السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة ديال الفريت اللي كتجي هائلة مقرمشة مع واحد المكون غادي تكتشفوه معايا من بعد. ودابا غادي ندوزو للمقادير والطريقة في نفس الوقت. هنا كما كتشوفوا في الصورة عندي واحد الكيلو ديال البطاطس اللي مغسولة بطبيعة الحال ومقطعة على شكل فريت، والفريت كنعرفو كل سيدة راه تقريبا كتعرف تقطع الفريت، ولكن بغيت نقول لكم واحد بأننا دائما بغيت نقول لكم على واحد الفكرة بأن كل سيدة قبل ما دير الفريت خصها دائما تختار البطاطا والبطاطس، لأن كنعرفو البطاطس فيه أنواع كثيرة. هذاك الشيء علاش بعض السيدات ما كتجيهمش البطاطا مزيانه، من كطيب مثلا كتجي مرطبه بزاف بحال بغات تعجن. هذا من البطاطس، من النوعيه ديال البطاطس، لان البطاطس فيها اشكال وانواع. ودائما الا بغينا نديروا الفريت خصنا نشريو البطاطا اللي كتليق للفريت تقريبا، كتكون نوعيه جيده. هذه اسمحوا لي، هذا هي بغيت نقول لكم هاد المهمه، راه هي مهمه. ودابا عندي البطاطس ديالي هنايا مغسولين ومقطعين على هذا الشكل، ودابا غادي ندوز نديرهم في الماء الغليان مدة 5 دقائق لا اكثر، غير باش كترطب شوية، ومن بعد غنوريكم الطريقة. والان هانتوما تشوفوا عندي هنا طنجرة اللي عملت فيها الماء، وغادي نعمل فيها البطاطا ديالي كما قلت لكم، ونخليها طيب واحد المدة ديال 5 دقائق. والان خديت واحد البلاطو غنعمل فيه واحد السربيته هكا او طخشون، وغادي نعملو فيه البطاطا ديالنا اللي بعد ما سلقناها واحد غير واحد 3 دقائق تقريبا. ها هي على هذا الشكل، دابا صفيناها وغادي نعملها في هذا الطخشون باش نمسحوها مزيان من الماء، لان خصنا هذه الطريقه راه مهمه على هذا الشكل. هانتوما تشوفوا البطاطا ديالنا راه ما طابتش بزاف، ها راه بقات شاده في راسها باش ما تجينا النتيجه هائله. هانتوما تشوفوا بعد ما نشفت مزيان هذيك البطاطا درتها في هذا البلاطو، وخديت واحد الملعقه المكون اللي قلت لكم وهي المايزينا او النشا، خديت واحد الملعقه كبيره بيان بومبي، كنزيدوا عليها الملح على حسب الذوق دائما، وتنخلط هاد جوج عناصر مزيان، ومن بعد كنعملوهم على البطاطا ديالنا. هانتوما تشوفوا هذا هو المكون اللي كيساعدها كيخليها مقرمشه، وغادي تشوفوا ما غتشربش الزيت وغتجي مقرمشه هائله. جربوا هاد الطريقه كتجي زوينه. ودابا تندير ليها هكذا، كنعمل هاد النشا فوق البطاطا وغادي نخلطها. والان بعد ما عملنا هنا الزيت في الطنجره ديالنا حتى غلى مزيان، هذه نقطه مهمه، دابا غادي نعملوا البطاطس ديالنا على هذا الشكل. انتما تشوفوا بعد ما عملنا البطاطا ديالنا دابا كنخليوها تتقلى مزيان، وراه ما غاديش تطلب لينا وقت كثير، ونتلاقاو من بعد. هانتوما تشوفوا الفريت ديالنا كيفاش جاو، وسمعوا معايا القرمشه ديالهم اللي قلت لكم، جربوا الطريقه كتجي هائله. شفتوا القرمشه كيجيو هائلين، جربوهم شوفوهم كيفاش كيجيو هائلين. نتمنىكم تجربوا هذه الوصفه، نتمنى تعجبكم، وردوا عليا، وإلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله.